أهلا بيكم. توشك الامتحانات على الانتهاء خلاص في كل مدارسنا، ونبدأ العودة إلى الدراسة. مع عودة الدراسة هناك عدد من الضوابط الهامة اللي وضعتها وزارة التربية والتعليم لمسائل الحضور. أولا، الحضور ليس إجباريا. الأب والأم اللي عايزين يقعدوا عيالهم في البيت ده من حقهم تماما، ولكن كنوع من أوضاع الانضباط في حالة رغبة ولي الأمر في عدم حضور الطالب إلى المدرسة، هيكتب إقرار بالمدرسة مرفق معاه صورة بطاقة ولي الأمر، ويقر فيه بأنه يتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية اللي وفرتها وزارة التربية والتعليم على أن يحضر أيام الاختبارات فقط. ما ينفعش الأب يبعت الإقرار مع ابنه كده للمدرسة، لا، ولي الأمر الطالب بيتوجه إلى المدرسة بنفسه لكتابة هذا الإقرار بعدم الحضور في الفصل الدراسي الثاني، أو أنه يقوم بطباعة نموذج الإقرار من على موقع وزارة التربية والتعليم والتوقيع عليه، ويرفق معه صورة للرقم القومي، ولا مانع من إرساله مع الأم. طيب، لو أحد الأهالي مثلا شايف أنه لا، مش هينفع يعني ابنه يدرس في البيت، في نفس الوقت مش هينفع يروح المدرسة علشان خايف من كورونا، وشايف ان الامور قد تكون افضل السنة اللي جاية، يعمل ايه؟ الحقيقة في خيار واضح جدا، وهو ان من حق ولي الامر اختيار اعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية. طيب، الطالب علاقته هتنقطع كده بالمدرسة نهائيا؟ لا طبعا مش هتنقطع. الطلاب في ايام لازم يروحوا فيها للمدارس، لازم التأكيد على طلاب النقل من الصف الرابع وحتى الثاني الإعدادي بالحضور أثناء الامتحان نهاية كل شهر، وتكون الامتحانات الشهرية هي بديل عن امتحانات آخر العام، وستضاف متوسط درجات الثلاثة أشهر إلى درجات الفصل الدراسي الأول. ومن حق ولي الأمر اختيار إعادة السنة عن طريق تقديم إقرار بذلك إلى الإدارة التعليمية. طيب، بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، هتعقد امتحانات إلكترونية من المنزل في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلا عن امتحانات الترم الثاني، ودي هتكون في المدارس. ليه؟ علشان للأسف الشديد بعض الأهالي بيسمحوا لأولادهم إنهم يغشوا لو عملنا الامتحانات من البيوت، وده أكيد مش صح. بالنسبة بقى لطلاب الثانوية العامة، ضروري جدا هيكون عندهم امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل القادم من المنزل. الشهادتان الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية لها امتحانات كاملة وتقليدية بنهاية العام، وفي لجان مؤمنة يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم على مقررات الفصل الدراسي الثاني فقط، ويحاسب الطالب على مجموعها في الالتحاق بالمرحلة الثانوية. النهاردة طلاب التعليم الفني كان في حاجة مهمة جدا، وزارة التربية والتعليم أعلنت ضوابط الحضور بالفصل الدراسي الثاني. هيتم اتباع التعليمات الخاصة بتناوب حضور الطلاب في المدارس الثانوية الفنية وتطبيق الخطة الدراسية المخفضة ومراعاة حضور الطلاب للتدريبات العملية والمعملية وتحقيق نسب الحضور المقررة وفقا لأيام الحضور وتطبيق تناوب الحضور لكل صف دراسي، على أن يتم حضور طلاب التعليم والتدريب المزدوج يومين بالمدرسة وأربعة أيام بالمنشآت التدريبية. هيكون كمان لطلاب الثانوية الفنية في امتحانات شهرية في أشهر مارس وأبريل ومايو، وتشمل الأجزاء التدريبية والامتحانات العملية والمعملية التي تم دراستها في مادة في كل مادة على حدة خلال كل شهر، وتجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الأشهر الثلاثة واستخراج متوسط درجتها ليكون بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني. أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، الامتحانات هتكون إلكترونية كمان. تم الإعلان مسبقا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول هيتم إعلانه قريبا جدا إن شاء الله. بالنسبة للأهالي اللي اختاروا إن أولادهم هيحضروا هذه الامتحانات، فعودة الحضور هتفضل زي ما هي حسب الجدول كما في الترم الأول بدءا من الأربعاء 10 مارس 2021، أيام حضور الطلاب للمراحل التعليمية من KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائي. هتكون مدارس الفترة الواحدة أربعة أيام في الأسبوع من الأحد وحتى الأربعاء، مدارس الفترتين تحضر ثلاث أيام في الأسبوع السبت والاثنين والأربعاء. أيام حضور الطلاب للمراحل التعليمية من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، مدارس الفترة الواحدة تحضر يومين أسبوعيا السبت والخميس، مدارس الفترتين تحضر ثلاث أيام في الأسبوع الأحد والثلاثاء والخميس.
دي أهم القواعد المنظمة للحضور والغياب في هذا الترم، ولو عندكم أي استفسارات ما تترددوش أبداً تكتبوها في التعليقات وإحنا هنجمعها كلها وبالتأكيد هنذيعها في تغطياتنا المستمرة على مدار الساعة. بشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم دوماً على رأس الساعة. إلى اللقاء.